هلا والله نور، حياك الله يا فارس، عرفنا على فريقك في حلقة اليوم. اليوم معانا أليس، سماء، مستعدين للتحدي؟ مستعدين. والفريق الثاني موجود في جدة. تحياتي لك يا ريان الأحمري. هلا حبيبي. أيضا عرفنا على فريقك. معي اليوم الوحوش والأبطال، وإن شاء الله اللي راح نفوز اليوم الحلقة على فارس، تولين وأسامة. مستعدين للتحدي؟ لحظات وصورة السيلفي بتوصلكم على جوالكم. نبغى محل يكون فيه بنات، عشان دائما بنات يحب المرايا. السلام عليكم. في مرايا عندك؟ مرايا في؟ مرايا هنا كبير. هنا. فين فين كبير؟ في مرايا. السلام عليكم. في مرايا عندك؟ إيه. يا الله يا أخي أنت عسل، والله عظيم عسل. الله شكرا. مشكلة كيف حنصورها طيب؟ كيف؟ أتوقع من هنا من هنا من هنا. لا لا فوق الكرسي. عشان لازم يبان وجهي. ايوه حيطلع فوق الكرسي من فوق، نطلع بسرعه. انا اطلع من فوق الكرسي؟ ايوه اطلع فوق. احسن وصورني من فوق. يلا. ايوه. ايه وجهك 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 كذا. خلاص. المشكلة راح يرفضها تصدقون؟ اتوقع لان المرايا كبيرة. طب عندك مرايا؟ في مرايا عندك حق هذا اللي يحطه ورا كذا يشوف. لا. لا لا مرة صغيرة، لا لا. ما حس. ما عندك واحدة كبيرة كذا؟ ممكن اغسلها بس؟ ايوه. من اول يا محمد. تعال يلا تعال يمين 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 بسرعه. تعال هنا هنا نبغى خلفيه بيضة. نبغى خلفيه بيضة. شيل يدك اسامه، انا خلاص مسكتها. ايوه نزل كذا نزل كذا. وصلت صوره فريق جده ونقول تمام. وصلت الفريقين. الو تسمعوني فريق جده؟ هلا نور. فريق بضبي. نسمعك يا نور. فريق بضبي، انتو حصلتوا على 10 نقاط، وصلت السيلفي من جدة بعد مرور دقيقتين، يعني الفريق خسر نقطتين، بالتالي 8 نقاط. كويس. فرق نقطتين. بعد التحدي الأول خلنا نقول لكم المجموعة على السريع. 10 نقاط لفريق أبو ظبي. حلو. وثمان نقاط لفريق جدة. مبروك مبروك، هذا آخر فوز لهم ترى. التحدي الثاني لازم ينفذه شخص واحد من الفريق. منو المشترك اللي بينفذ التحدي يا فريق بوظبي؟ سماء. ومن عندك يا ريان من فريق جدة، منو المشترك اللي معاكم؟ أنت أسامة. أنا خلاص دائما هذه أول والتحدي أنت. تذكروا أن برنامجنا تحديات وسياحة وزيارة لمواقع بغاية الجمال بين جدة وبوظبي. فعلا. وهذه السيلفي صارت على تليفونكم في هذه الأثناء. اوكي سهل. ابتسامة، اليد باينة. ناس لازم، هذا كله ناس وجوه سوق ومقفل. ذهب سوق عطارة سوق صح صح. في ذهب باين هنا مرة حراء بعيد، بس حراء ولا في ناس ونقدر نصور زي كذا. طيب خلنا نلف ونشوف. اوكي يلا يلا ليتس جو. حبيبي هنا انت تعرف البلد، في منطقه هنا مقفله سوق شعبي مثلا. هذا شارع قابل المبنى هذا. ايوه ايوه سوق البدو. يلا بسم الله. ما شاء الله سريع. شوف المنظر حلو. هلكنا اسامه. اسامه هدي شوي، هدي هدي اسامه يا اخي. يلا بسرعه تعبانين اهو. يلا شوفنا السوق اهو. شوفوا يلا بسرعه يلا. ها القبه هنا. والله درينا درينا. يلا 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 درينا. يلا ما شاء الله عليك، احنا صغار. يلا يلا كذا سوي سوي كذا. يلا هيا خلاص وصلنا. هذا هو قدامك بس ما في حد فاضي. هذا هو سوق البدو، اقدم سوق في جده تاريخيه. خلينا نجيب ناس. اقدم سوق. ما شاء الله على اسامه. شباب اللي بيصور بسرعه بسرعه. اجتماعي وينادي. جبت 2 ادرين ما يكفوا. دحين اجيب دحين. تعال صوره بس على السريع قبل الصلاه. تعال يلا بس امشوا كذا كانكم ماشيين وكذا. يلا 1 2 3 يلا صور اكثر من صوره. ها بسرعه خلاص. والله حلو.
اوكي وصلتني السيلفي من فريق جدة. صراحة تمام تمام، هذه مبروك 10 نقاط. يقول لك ايش؟ دقيقة خسرنا. لا امزح 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 10 نقاط. تمام، هذه الصورة مطابقة 100%. صار لازم نتصل في الفريقين. هلا نور. مرحبا شباب، فريق بضبي وجدة سامعيني؟ نسمعك. هلا حبيبي. فريق جدة حصلتوا على 10 نقاط، مبروك. الله يبارك فيك. وصلت السيلفي من أبو ظبي بعد مرور 6 دقائق، يعني الفريق خسر 6 نقاط وبقى لكم 4 نقاط بس. النتيجة صارت بعد التحدي الثاني كالآتي: 18 نقطة لفريق جدة و 14 نقطة لفريق أبو ظبي. حلو حلو. بس ها باقي 3 تحديات، يعني النتيجة لحد الحين مش مضمونة. ممكن فريق أبو ظبي يعدل النتيجة. جاهزين. جاهزين. جاهزين إن شاء الله. يلا إحنا جاهزين للتحدي الثالث، يلا. التحدي الثالث صورة جماعية لكم مع 5 أشخاص غير. حلو. بعضكم بيقول سهل هذا التحدي. صح. الحين نلاقي 5 أشخاص ونصور معاهم على السريع، لكن التحدي أصعب من توقعاتكم يا جماعة. ليش؟ قل لي. مطلوب صورة جماعية مع 5 أشخاص طولهم 180 سنتيمتر وما فوق. متر وثمانين سنتي؟ أوكي. أوكي. يا ويلي. في السعودية ما في ترى عندنا طوال. بالتوفيق. أنا طولي 179. أنت متر؟ 184 ما في زي. متر و84. فرق ما بيني وبينه يكون شيء يعني بسيط. Someone same like me. أوكي. السلام عليكم. أقدر أسأل بس كم طوله؟ إيه. إيه نفس الطول صح؟ 80. طيب. طب حلو، هذا واحد. متر كم أنت؟ 8. متر 80. تبي ناخذ صورة مع 5 أشخاص طولها 180؟ حلو؟ طيب. خلاص بعد الصلاة. يلا هذا ثاني واحد. كيف حالك؟ جماعة مبارك، أصبر دقيقة، كم طولك ما شاء الله؟ مستعجل مستعجل يا حبيبي. طب اسمع بعد الصلاة تعلي ها؟ ما شاء الله متر وكم؟ 82. ما شاء الله حلو، خلص الصلاة وتجينا احنا ايش؟ نكون لك من الشاكرين. أعتبر وعد. حبيبي. قلت لهم يتجمعوا هنا؟ باقي واحد. أول صورة من فريق أبو ظبي. إن شاء الله ويوين إن شاء الله. حلو حلو الكلام، مع أني أنا مش متأكد أن طولهم 180 فوق، بس أكيد فريق الإعداد تأكد من هذا الشيء، فبقولهم مبروك 10 نقاط. هلا نور. هلا يا جماعة الخير، فريق جدة عنكم 10 دقائق، سريعاً أبغي الصور. بسرعة بسرعة تعال، بس بين الشخص اللي هناك. أيوه تعال جنبي أنت، وأنت راح ريان هناك جنب الراجل. بسرعة بسرعة خلاص. الله أصبر. لا 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 أصبر أصبر أصبر، خذ رجولهم كاملة كذا. يلا يا فريق جدة بيخلص الوقت. تعال تعال استني بس واحد. أرفع أيوه كذا كذا باينة. يلا يلا أيوة. يلا أه. خلاص خذ راس. يلا يعطيك العافية. وأرسل فريق جدة الصورة تمام التمام وعال العال، واتصال مع الفريقين، فريق جدة وفريق أبو ظبي. تسمعوني؟ نسمعك. نسمعك. أيوة حبيبي. التحدي الثالث انتهى. صعب كان ولا سهل؟ والله بصراحة هو كشكليا صعب، ولكن كان سهل. كان سهل علينا ولقينا الحمد لله الأشخاص بسرعة. والله أسامة اللي جابهم. تفضل أسامة. والله أنا زعلان منك يا نور، يعني أنا إحنا تعبنا، إحنا عندنا كان صلاة جمعة وأغلب الناس كانوا في المسجد، فلما خرجوا يعني حاولنا نقنع الناس إنه تصوروا معانا. فريق أبو ظبي أنتوا ربحتوا الجولة بعشر نقاط ورصيدكم صار 24. حلو. فريق جدة حصلتوا على 7 نقاط من هذا التحدي ورصيدكم صار 25. يس. حلو نقطة، فرق نقطة، مرة فايزين. أيوه.
لكن مثل ما أقول المنافسة ما انتهت والنتيجة ممكن تتغير في التحدي القادم. ولا إحنا مفروض فائزين كالعادة. مستعدين للتحدي الرابع؟ مستعدين. نوال التحدي الرابع نعم. هذا إيش؟ سمكة. أدري إيش هو شعور. هو يعرف أنا ما أعرف أنا أكل جمبري. مش لازم نوع السمكة أهم شيء سمكة فا شو مسوي؟ سمكة كبيرة. تشتري حريد ولا تبناجل ولا هامور ولا شعور؟ هامور هامور. السلام عليكم. فين بعشل حق سمك؟ ترى عمينا ممكن. شكرا يا حبيبي. حبيبي انت شكلك فنان وتعرف البلد. فين بعشل حق السمك؟ حق السمك. بس ليه ما اشوف جوجل ماب؟ السلام عليكم. شوي 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 لو سمحتم. حبيبي عندكم السمك هذه؟ ايش السمكه؟ ما ادري. طيب عادي نصور مع هذه؟ اعطني جلوفز اعطني جلوفز عشان ارجعها لك. يلا ريان بسرعه. يلا اسمع افتح جوالي شوف كيف الطريقه كيف شكله هو مقربها مقربها. كبيره كبيره احسن هذه. استنى هنا في الجهه الثانيه معاكس دقن هذا هذه ثلاث اصابع بس فوق. اركان مايله ترى اركان مايله هذه. ما عليك انت انت اسمعني انت اثبت انا اللي اضبطك. ميلها شويه عشان ايش الفم يجي مظبوط. ايه فهمت. لا السمكه نفسها سريع. اصبر سريع سريع. وسلفي من فريق جده. صراحه ما شاء الله سريعين جدا جدا. تعبتني يا اخي انت انت اللي ما تدري كيف رايح جاي يمين يسار. انا اتحرك انت ليش تسوي زفلطه زي السمكه. شوف ايش حالات الصوره. مبروك يستاهلون 10 نقاط. هيا خذ هيا خذ. شوف انا ماني مضبطك يا ولد. 10 نقاط. مين صورك؟ مين صورك؟ مين صورك؟ كفو كفو. حلو. فارس زعلان اصلا. انا كاره نفسي اقسم بالله اني كاره نفسي. بس هذا هو المطلوب. خلت اتصل في الفريقين. ردي ردي ردي. حياكم يا فريق جدة سامعيني. أيوة حبيبي نور. فريق بضبي أكيد أنتوا على السمع بعد. نسمعك. أول شيء يعطيكم ألف عافية على هذا التحدي. الله يعافيك يا نور. الله يعافيك ويسامحك على هالتشالنج. وليش أنتوا اخترتوني أنا؟ الله يسامحكم كلكم. فريق جدة فاز في هالجولة وصار رصيده 35 نقطة. يس. وفريق بضبي خذ 5 نقاط لأن تأخر 5 دقائق في هذه الجولة وصار رصيده 29 نقطة. أوه كويس كويس. الحمد لله الحمد لله. برجع بتصل فيكم بعد لحظات عشان اخليكم تغسلون ايديكم. انا اهم شيء عندي اغسل ايدي. التحدي الاخير بيقرر منو الفايز في حلقتنا. تمام تمام. مستعدين يا شباب للتحدي الاخير؟ جاهزين جاهزين جاهزين. التحدي عبارة عن فيديو بتنفذ البنات. تولين؟ مين اللي بيسويه انت؟ تحدي يلزمه دقة في التصوير، دقة في اختيار الزاوية، ودقة في اختيار الوقت. اوكي. يوم بيصير الفيديو على هواتفكم بتعرفون شو اقصد في هذا الكلام بحذافيرة. لا 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 لا. ايش هذا؟ سامح اتس يورز. هتعملي كده تعرفي؟ صعبة. ما في حد هون. يبغالنا بس بحر يبغالنا غروب. باقي تقريبا بالضبط 40 دقيقة على الغروب. تولين؟ ايوه. تعرفي تسبحي؟ لا. حلو. انت عارفة البحر عندنا يعني في شو اسمه ابو مقص. خلاص يا سامع انا كده تستوتر زيادة ما حصلت حد حتخسروا انتوا. ليه نخسر؟ هذه الجولة الأخيرة وإن شاء الله بإذن الله أفوز. إن شاء الله. فارس فارس وينه؟ في الاستراحة. يلا ممكن بسرعة عشان الغروب. يلا يلا تولين تأخرنا. يلا 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 تولين. أبغى أخلي طاقتي هناك عشان أقدر. آه ما في غويت. يويلي كله حجر كمان. يويلي كله حجر كمان. مرة صعبة. صح صعبة والله يا جماعة. المكان شوي يخوف بس إنه نتشجع. المشكلة مرة أخاف من البحر بس نتشجع. هنا اوكي ريان
بس يبغى لها جزمة. أيوة. السلام عليكم. شباب عندكم جزمة غوص؟ بس دقيقة البنت ما تعرف تسبح إيش بك أنت تخليها تموت. مو سباحة هنا في كذا. مكان. متأكد؟ إيه شفت. أنت غواصين يا شباب. خلاص انتبهوا لبنتنا. خلاص هم حيساعدوك إذا صار لك شيء. ويلي. يلا. اتفقنا مع الغواصين اذا صار لتورين شيء هم ينقذوك. هاي بسرعة والله صعب. البس والله انا معك والله معك. ويلي مره خايفه بس مشكله انا اكره البحر. تولين ايوه شوفي هذه طريقه هذه اللي بنسويها. انزلي برجل واحده برجل واحده برجل واحده. ايوه لا اسمعي خلي وجهك كذا اوكي. انزلي بسرعه. ايوه يلا تولين قبل ما يجي قرش. يلا لا لا يلا 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 الشمس حتروح بسرعه الحين من السحاب. شعرك قدام اول شيء. ايوه يلا واحد اثنين ثلاث انزل كمان. لا كمان لا كمان انزلي مزبوط. لا كمان انزلي مزبوط. انزلي مزبوط خلي شعرك ينزل كله. غوصي اوف 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 الصراحه الفيديو روعه روعه. كابو كابو شباب فريق جدة هلا نور. 10 دقائق لتنفيذ المهمة. فريق أبوظبي تبكر. إذا حابين تفوزون لازم تنفذون التحدي بأقل من 5 دقائق. مع السلامة. بسرعة بسرعة ما نبغى نتأخر ولا ثاني. بسرعة ولا ثاني بسرعة. ضبطي أكتر ضبطي أكتر يلا. أسمع انزلي مزبوط. من جديد من جديد يلا. هذه هي ترى الفرصة الأخيرة يلا. يلا تورين بدأت التصوير. واحد اثنين ثلاثة بقوة. ممتازة أي رسيم بدأ. وهذا الفيديو وصل. ما أدري شيء أكثر من كذا يعني جبنا له شيء ما يتسوى. زين خطصل في الفريقين. مين الله لو يقول شيء نور برمجوا هذا الجوال برنامج برمي. فريق جدة فريق أبوظبي تسمعوني؟ نسمعك يا نور. أيوة نور. فريق أبوظبي أنتوا ربحتوا الجولة بعشر نقاط. وصلت السيلفي من جدة بعد مرور يلا يا نور ثلاث دقائق يعني الفريق خسر ثلاث نقاط وبالتالي بقى لهم سبع. سبع نقاط فريق جدة. ألف مبروك أنتوا اللي فزتوا بالخمس وعشرين ألف درهم وفي تحدي اليوم كله. ياس هو ذا كلام. فريق أبوظبي يعطيكم العافية. صح فزتوا في التحدي الأخير ولكن النتيجة النهائية هي كالآتي: 39 لفريق أبوظبي و42 لفريق جدة. فبالتالي فريق جدة اللي فاز. مبروك 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 مبروك. ألف مبروك. أشكركم على المشاركة معنا في تحدي السلفي. مبروك يا